إذا كرر المأموم الفاتحة عمدا أو سهوا، فهل يلزمه شيء إذا قلنا إن قراءتها ركن على المأموم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. سورة الفاتحة قراءتها ركن من أركان الصلاة، ولكنها تقرأ مرة واحدة ولا تكرر، لا يجوز تكرارها لأن هذا بدعة ومخالف لعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كانوا يكررون سورة الفاتحة، فالواجب تجنب هذا الشيء، يكفي قراءتها مرة واحدة ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين من الرباعية وصلاة المغرب وصلاة الفجر، يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، هذا هو المستحب. وأما في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو من صلاة المغرب فإنه يقتصر على قراءة سورة الفاتحة، هذا هو السنة. نعم.